برضه الخضراء المصريين يسيبوا الدس ده ليه؟ كانوا بيعملوا بيه برانيط، ويعملوا بيه مراكب صغيره، مراكب صيد وصناره، ما بيسيبوش حاجه. يعني هذا الجزء الاهم اللي هو بيتصنع منه مركب البرد، اللي هو هذا ايه اللب الابيض، اللب بتاعه كانوا بيدقوا قطع زي كده شرايح، وبعد كده عشان خاطر ده جسر ده نسبته في ميه كتير، وفي نسبه سكر حوالي 15%، نسبه سكر الميه والسكر الميه حلوه. ايوه دي وادي بي ايه بيحطوه بالرولة دي عشان يطلع الميه اللي فيه، ويتحط في الميه بعد كده لمده 15 يوم بعد ما يتجفف من الميه. 15 يوم في الميه؟ يتحط 15 يوم بيبقى بنفس الورقه دي. في مقاسات بتتحط من 7 ايام، والمقاس الطويل اللي هو متر في مترين بتتحط 15 يوم على حسب حوامات كبيره، اكيد واحواض كبيره ومكان المنتج، على اساس ان حجاره كبيره كان بتتحط بينها برضه. كتبت عليه عملتها خلاص. هو ده نبات الكرت الاصلي، مش زي النبات اللي بيبيعوه في الشوارع اللي هو بيقول ورق الموز. في بنات كرت موز في الشارع بيكون عباره عن ورق اللوز نفسه العظيم، وبيعملوه حتى ما بيكونش افقي وعرضي، بيكون بس بريده واحده بس. هذه دي كثير صناعيه دي صناعيه اللي هي ورق البرد. حضرتكم هنا اهلا.